من القاهرة حضرتك توجهت فترة إلى موسكو. موسكو كانت منحة دراسية، وهي كانت الاتحاد السوفيتي، وكان في الفترة دي طبعا العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي كانت قوية، يعني كان يمكن أكتر بلد ليها علاقة بمصر في الفترة دي، وما فيش شك إن الفترة دي بتشكل حاجات كتيرة في الشخصية الموسيقية، إنه بلد عريقة موسيقيا جدا جدا. صحيح. الذهاب بقى إلى باريس والاستقرار هناك كيف جاء؟ جت بعد ما رجعت من موسكو، اشتغلت هنا وكان عندي احساس انه لسه ما خلصتش، يعني ما خلصتش الدراسه، رغم انه موسكو مستوى عالي جدا، بس طبيعي الموسيقى ما فيهاش، ما اقدرش اقول الواحد وصل لمستوى كده وخلاص بعد كده ايه يعني بطل يدرس، لا انا بدرس لحد دلوقتي، يعني الواحد بيتعلم لحد دلوقتي وبيطلع لحد دلوقتي وعنده فضول برضه يعرف الحاجات اللي ما يعرفهاش لحد دلوقتي. فلما رجعت من موسكو كان طبيعي كان عندي احساس اني مش مكتفي باللي درسته. ماذا اكتسبت من موسكو اكتر وماذا اكتسبت من باريس؟ موسكو اكتسبت المدرسه الروسي اللي هي في التكنيكيه، يعني في آلة البيانو ليهم، يعني ليهم كده طريقه معينه خاصه بيهم. طبعا هي موجوده في حته تانية بس هم عندهم الاساس بتاعها، وروسيا طلعت اكبر بيانستات في العالم يعني طول عمرها، فدي طبعا كانت تجربه كبيره قوي. زائد انه لما الواحد بيروح بلد مش بيدرس العزف كده بس، بيدرس العزف بتاع المؤلفين، فالمؤلفين الروس طبعا مؤلفين روس غير النمساويين وغير غير الالمان، لا فكره تانية خالص، زي الكتاب يعني، الكتاب الروس غير الكتاب الفرنسيين، غير يعني حاجه تانية، يعني ثقافه تانية، والواحد بيتعلم من مؤلفين الروس حاجه مش هتعلمها من المؤلفين الفرنسيين والعكس، ايه الاسرار بتاعته، ده بيلعب ازاي، وكان بيقول ايه على الحته دي، وكان بيطلب انها تتعزف ازاي، في تقاليد يعني، اللي بيخلي مغنيين كتير من البلاد العربيه يجوا مصر، لانه مصر فيها مدرسه، فيها يعني فيها تقاليد موسيقيه من زمان على ايد الكبار المغنيين المصري اللي غنوا في مصر في العقود اللي فاتت كلها، يمكن ما يلاقيش كل ده في لو راح بلد تانية، فكله بيجي مصر لان هي دي المركز اللي فيه طلعوا كل النجوم الاساطير طلعوا من هنا في النهايه. والحقيقه حفلات حضرتك هنا يعني مجرد الاعلان عنها بيبقى فيه اقبال شديد جدا، وصعب ان الواحد يلاقي تذكره عشان يدخل يعني يشوف حضرتك. الحمد لله يعني في جمهور ليا كويس هنا، لانه الجمهور اصل الواحد ما بي يعني لما بيعمل اي عمل فني كان بيغني او بيقود اوركسترا او الواحد الجمهور ما بيلاقيهوش كده جاهز، فلا بيكونوا حفله بعد حفله بعد حفله بعد حفله. كل واحد بيكون الجمهور بتاعه. فانا من يعني ابتديت اكون الجمهور بتاعي بقالي فوق 60 سنه دلوقتي. فوق 60 سنه بعمل حفلات في القاهره، فطبيعي في كذا جيل حضر حفلاتي وكذا جيل عزفت قدامهم. اول ما بنقول بيانو على طول بنقول رمزي ياسر، حتى الشباب الصغيرين. اما دي بقى يعني الاسم اللي بيطلع كده، والواحد طبعا محظوظ انه طلعت عليه انه هو اللي شايل الصوره دي، الايقونه دي، ده حظ يعتبر. حظ خدته بالاقدميه يعني، يعني النهارده لا وايضا بالابداع والجوده يعني الله يخليكي، بس النهارده يمكن لو حد هيطلع النهارده الحته دي مش سهل، لازم يعمل حاجه تانية، لان ايام انا طلعت ما كانش فيها عدد من الناس بيعزفوا بيانو، لانه برضو واحد راجل يعني شاب مش واحده بيلعب بيانو ما كانش مألوف قوي.